في السياق ذاته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن مملكة البحرين أولت ملف العمالة الوافدة رعاية كبيرة خاصة في ظل الظروف الراهنة. شدد العبسي في مقابلة مع برنامج مجتمع واعي الذي يبث على شاشة تلفزيون البحرين على أنه منذ بداية أزمة كورونا عملت الهيئة على تنفيذ قرارات اقتصادية عدة للتخفيف من تداعيات الجائحة على أصحاب العمل والعمال. بتوجيه من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أصدرت عدة قرارات باشرنا في تنفيذها من البداية. الآن القرارات هذه صار لها أكثر من شهرين أو حوالي شهرين من بداية أبريل. القرار الأول هو إعفاء من رسوم العمل. هذه الإعفاء سواء على صاحب العمل بكافة أنواع أصحاب العمل قطت من عليهم مبلغ كبير هو مبلغ الرسوم. ثانيا موضوع فترة تصحيح أوضاع تستمر من 1 أبريل لنهاية 2020 ل 31 ديسمبر، والسبب منها أن احنا نقول لهم أنت في فترة تصحيح أوضاع لا تخاف، روح اطلب الفحص اطلب العلاج. هذه نقطة جدا مهمة. المحصلة النهائية وهذا شيء ممتاز اللي حصل دليل نجاح هذه السياسة أن نكون في وسط هذه الأوضاع وتنخفض أعداد العمالة المخالفة. فهذه لأن مثل ما جاء في تغريدة أنتونيو فيتورينو المدير العام منظمة الدولية للهجرة، احنا في خلال أقل من شهرين صححنا أوضاع 17,000 شخص وما زالت مستمرة. هاي 17,000 شخص اليوم لو واحد فيهم شك في نفسه ما بيخاف، جميل. بيروح وبيطلب العلاج.